اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى من ماسبيرو. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صيامي، زي ما وعدت حضراتكم في حلقه امس طبعا ان احنا هنعمل النهارده السفره بتاعتنا صيامي، ولكن حريص كل الحرص ان تكون قيمه غذائيه عاليه جدا فيها بروتين حيواني، سوري بروتين نباتي. عندنا المشروم بيضاهي اللحمه طبعا في البروتين بتاعه. هنعمله النهارده سمبوسه، ونسبة الايام الكريمه الشهر الفضيل كل عام وحضراتكم بخير، نستعد للف السمبوسه ونعرف ايه الافكار البسيطه السهله ان احنا ممكن نعمل كميه سمبوسه. فهعمل سمبوسه النهارده بالمشروم، بروتين نباتي جميل وقيمه غذائيه عاليه جدا. معانا الفول النهارده برضو هنعمله طبق صيامي، هنعمل متبل الفول، حاجه كده زي الحمص، قيمه غذائيه داخلها طحينه طبعا وزيت زيتون وتوم. هنشوف نقدمه ازاي لحضراتكم. الطبق ده عايز العيش الجميل البلدي بتاعنا من الفرن طبعا، وبالف هنا وشفا ممكن ناكل 5-6 رغفة مع طبق فول. معانا بقى طبق النهارده من المطبخ اللبناني او المطبخ الشامي اسمه برغل بتفين بالحمص. ده طبعا فيه خبره طهويه، وده الطبق ده مشهور في المطبخ اللبناني. ممكن نقدم معاه صنوبر، ممكن لوز، بيدخلوا طبعا الحمص مع برغل الخشن. الطبق ده بيتميز بالقيمه الغذائيه بتاعته اللي موجوده، لان الحمص مصدر غني جدا للبروتين النباتي، وفي نفس الوقت البرغل كمان الياف قيمه غذائيه عاليه جدا. السفره بتاعتي طبعا بما ان هي صيامي عليها طبق سلطه انا مسميها عروسه السفره اللي هي الفتوش. طبعا المطاعم والمطابخ بتتنافس في عمايلها. انا هعمل الفتوش النهارده بدبس الرمان، ونشوف اسرار عمل الفتوش بالجرجير والخس البلدي بتاعنا اللطيف الجميل. حلقاتي فيها افكار طهويه بسيطه وسهله، ولكن الاكل صيامي. عايز اقول قبل ما نطلع طبعا الفاصل، نتمنى طبعا لمصر الجميله وام الدنيا الفوز على السنغال النهارده، وانا متنبي ان شاء الله الفوز ونصعد لكاس العالم. وادعوا معايا وتحيا مصر. اطرحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. وتعالوا مع بعض نشوف مقادير طبق كلنا بنحبه في الشهر الكريم، وبنحبه في المناسبات، وبنحبه في كل يوم في كل صباح بشكل وطعم مختلف. طبق الفول، ولو خلص الفول أنا مش مسؤول. معانا فول، ومعانا طحينة وزيت زيتون وعصير ليمون وملح وفلفل وكمون. هنعمل طبق مقبلات اسمه متبل الفول، بديل لمتبل الحمص وصيامي. والمقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع إيدك الخمسة، يتصدرهم طبعا الفول المدمس والطحينة. هنبدا نشتغل فيه مع بعض عشان نكسب وقتنا. حلو الكلام. لما نقول فلفل الوان يعني بنخطف المطبخ المكسيكي في الطعم. بنجيب الجمبري، بنشيل الظهر بتاعه يا ست الكل، ونحطه في صينيه مع شرايح من الفلفل الالوان، بصل، ثوم، ما تنسيش شويه شبت حلوين عشان بيحب الجمبري، وندخلها في الفرن بارد يعني نايف نايف، تطلع معاك زي الفل. تاكل الفلفل وتسيب الجمبري لضيوفك. الفول زي ما هو كده في قلب الخلاط هنشغل. ايه يا شيف اللي انت عملته ده؟ جبت الفول متبله طبعا، واخد بصلايه حلوه، واخد فص توم حلو على النار، او تاخد الفول من الدماسه على طول زي الفول، وبعد كده بتضربيه في قلب الكبه. ان شاء الله في الشهر الكريم كل انواع الشرب هعملها باذن الله. انتظرنا كالعاده، وما بيفوتناش مناسبه ولا فرصه في ان احنا لازم نعمل الحاجات الحلوه كلها على شاشه القناه الاولى في الشهر الكريم. شفت طبق المقبلات ده يا محمود؟ فول، ده فول، ده فول بزيت الزيتون والطحينه. ده عايز العيش السخن من الفرنه، وبالف هنا وشفا مش هنقدر نقاوم للامانه. نغرقه شويه زيت زيتون، حلو، شويه كمون على الوش، اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا، وصيامي وصحي للامانه يعني. انا احب الكمون دايما نحطه على الفول وقت التقديم.
الجو ده حلو، شويه فول، ما عندكيش فول جاهز، هات علبتين فول وحطيهم بالشكل ده كده وقدميه بألف هنا وشفا. حلو، وان شاء الله باذن الله احنا مع بعض ان شاء الله في الشهر الكريم كل يوم حتى يوم الجمعه بعد الصلاه على القناه الاولى هيكون برضو اكله امي. النهارده الاكل بتاع الصيامي لطيف وجميل متنوع، كل ما تحط ايدك في طبق هتلاقي طعم تاني، اذا كان الفتوش او طبق الفول بتاعي المتبل او السمبوسه بالمشروم او البرغل البيتفين مع البصله المقربشه اللي بتفكرنا بالطبق الكشري. صيامي يعني كمان اكل هلسي وصحي. يا رب مصر هتفوز النهارده ان شاء الله، وباذن الله هنصعد لكاس العالم والمصريين كلهم هيفرحوا النهارده لان احنا بنحب الفرح وبنحب الحاجه الحلوه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.